اهلا واضح، انا سنتيا خليفه. يا عيني تضحكوا ليش؟ شكرا، انا بحبكم قوي يا واضح من زمان. انا عندي مسلسل امريكي، مسلسل لبناني سوري، ومسلسل مصري، والثلاثه بجد 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 فخوره فيهم قوي قوي قوي، ونفسي قوي كلكم تشوفوهم. هديكوا بريف سريع كده. Paper Empire هو المسلسل الأمريكاني اللي رحت صورته في ميامي ورجع كمل تصويره. هو كذا سيزن، بس أنا السيزن يعني أنا إحنا دلوقتي في سيزن 1، لسه بيكتبوا سيزن 2. 14 حلقة كل سيزن، إلى جانب روبرت دافي، دينيز ريتشارد، كيوبا جودينج جونيور، أسماء كبيرة جدا، وأنا فخورة أن أنا أوقف جنبهم. ومن إخراج روبرت جيلينجز، وبلعب دور CIA agent من أصول عربية. أما دلوقتي فالحماس جاي على 8 أيام. مدهمات، قتل، جرائم، أنا بوليس محقق، جانجسترز، مافيات، متصور طريقة ضخمة جدا. بجد I'm very excited عليه، مش بس لأنه بطولتي ولا جانب ماكسيم خليل، إنما أنا عارفة متأكدة من نوعية الإنتاج أو نوعية الإنتاج والفن اللي فيه. من مستوى الإنتاج أنا أمشور إن هو ممكن يعدي إذا بدك جيوغرافياً البلد اللي صورنا فيه، ممكن يوصل لأبعد حدود في الوطن العربي، وإن شاء الله عالمياً إذا بترجم. وهو بس 8 حلقات سريعين، كناية عن مسيرة محققين وجرائم 8 أيام، يعني كل حلقة يوم من الميشن دي. فبنصحكم تشوفوه بجد وتدوني رايكم. طالعه نو ميك اب ات اول، كنت بجد عايزين نروح للحقيقه خالص، برضو ده عندي حبوب وكده وحسنات سايباهم، عايزه بجد نكون حقيقيين، بحارب، بعرق، بنزف، يعني كل حاجه للاخر اكستريم بالحقيقيه بتاعته. يا رب يعجبكم ويكون قريب ليكم، وتحبوا اخراج مجد سميري مخرج عالمي، وانتاج فالكن فيلمز، ومع ماكسيم خليل واسماء كثيره من لبنان، بديع ابو شقره والياس ازيك اتفتح. المصري بقى، احنا امريكا لبنان مصر، قواعد الطلاق 45، مسلسل من اخراج مصطفى ابو سيف، وانتاج اس برودكشن، بدا على شاهد لايت كوميدي، تحفه تحفه تحفه، مش هتعرفوا توقفوا الابيزود، بليز شوفوه. لايت كوميدي بيتكلم عن الحياه اليوميه بتاع بالزواج، بالطلاق، بالستات، بالرجاله. لسه بس بشوف سكريبتس دلوقتي، لسه ما فيش حاجه تعقدنا عليها، يعني في حاجات كده زحمه بتحصل، وبجد لازم تعرفوا ان كل حاجه بتحصل اخر ثانيه في رمضان. يعني السنه اللي فاتت الاعمال اللي مضيطه في الاخر كنا بنتكلم في اعمال مضيناها 5 أيام قبل التصوير، فيعني لسه الحاجات بتبدا تبان في اخر السنه ان شاء الله، بس في حاجات كده نتكلم فيها، يعني ان شاء الله هختار الانسب والاحلى في الوقت ده للجمهور المصري. شكرا واضح. I love you.